برايك شنو اكثر حاجه تعبت المواطن التونسي في 2023؟ والله اكثر حاجه تعبت المواطن التونسي في 2023 الغلاء والحاجات، كل شيء مقطوع توا في تونس، سكر مقطوع، فرينه مقطوعه، قهوه مقطوعه، شنو اخر، روز مقطوع، شد الصفوف، معناها الصفوف شدين الصف، معناها شدين الصف. انا ما عادش نحب نشد الصف، هما يقطعوا نبدل حاجه اخرى، ما عادش مش لازم ناكل الروز، مش لازم نبدل مقرونه. هو المعيشه غاليه برشا، كل شيء تعب المواطن التونسي، غلى المعيشه، الوقت، مشاكل فهمتني ليه قوات علينا برشا، كل شيء كل شيء كل شيء، ما عادش حتى حاجه مش تشوف فيها انت تعيش كيف، ونعيشوا الوضع التونسي ونعيشوا كل شيء، كل شيء غالي في تونس، معيشه ماديه واحد بشر فهمتني شهريه ما عادش مقابله للمعيشه نتاعنا فهمتني، وزيد المفقود عاد ما نحكوش المفقود، يولي الغلاء ما شاء الله ما شاء الله، حاج دينار تولي ب 3000 وحاجته ب 50 تولي ب 150، وانت تشوف الوضع شنو هو عيشته. المواطن ما عادش منجم يخط على قفة الدار، ما عادش ينجم يخلص يتيد الريه، ما عادش ينجم يعيش بشكل عام، معناها هذه راي مش راينا برك، راي التوانسة كله، راي الناس كلها 2023 مش 2023، أنا على مشار في 24 ومش نعدوا كيف 23، يعني الموظف ما عادش كان طبقة اللي هي تعتبر طبقة يعني متوسطة نوعا ما، ولا طبقة مسحوقة، ولا معناها لا غالب عليه هيك، هو هذه هي 23 كله تعب بالأساس في العيش. واحد كان مشى للطبيب وعطاه ورقة دواء يا ويلو، كان مشى باش يقاري ولاده في اليوتيود يا ويلو، كان مشى للسوق 100,000 ما تقضيش ليه قفة. أول حاجة تعبته هي وسائل النقل في حالة يرسلها، ونعرفوا اللي النقل هو شرايين الاقتصاد، هذايا انا واحد من الناس مرات نتسيب لاربعة ونص للسبعة للدار، ثلاثة سوايع لازم نقضي بهم برشا حاجات، ومرات مش نمشي نقضي لصالحهم هما، انا مش خلص مثلا بالضوء في البوس، انا نرغب ناخذ شوية الوقت ما عند عارفي، مش نمشي نخلص بالضوء نتعطل في النقل، ناقل مترو مثلا يشد في ثلاثة واربعة سوايع، وسائل النقل أول حاجة فيها تعطيلات كبيرة، يلزمها هي تتغير على القليل تتحسن شوي. الزحمة في الطرقات، لازم ثم استراتيجيه باش يوسعوا في الطرقات، ثم عندنا طريق في منوبه عنده ياسر، وهم معناها من 2011 و2010 لتو ما تمش، ينقص شويه ضغط على الطريق نتاع وادي الليل ماطر، اللي هو ما شاء الله معناها كثافه سكانيه كبيره، اللي هو ولايه منوبه تعد معناها معتمديه الجديده ومعتمديه طبربه ومعتمديه دوار هيشر، وكله نفس الطريق، طريقه تصرفه، طريقه تفكيره، طريقة تعامله مع الأشياء هي اللي خليته يتعب. عنده 10 يلزمه ما يحاولش باش يصرف 30,000، يصرف 10,000 وكان يلزم يزيد يخلي منها شوية، ميسالش راهو شوية نخمو مليح ولا نفكروا، ميسالش كي تمشي المرأة للسوق تعمل دورة باهية مش تقف على طماطم باش تفرز، تقول لك تعمل لك كعيبتين، تقول لك لا 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 ما عنديش معاها، أنا ما عنديش مع فرزان الغلة، إي مالا وخاتي شو نعملوا لك؟ نجيبوا لك القفة للدار. ويلزم الناس زادة توسع بالها شوية، ميسالش فما الفريب الحمد لله هو موجود، معناها ما نقولوش احنا يلزمنا ناخذو كان من البوتيكات ولا كي نتأقلموا نحاولوا في مخاخنا نتأقلموا مع الوضع توا لاباس الحمد لله، مش معناها زادة تقعد في الدار وتقول هاكا الفقر ضارب ضارب، فهمت؟ ميسالش نخدموا ننضجوا نحاولوا نصرفوا أقل، وهذيك هي احنا بلاد الهاو اللي يجي يسرق يهز ويمشي وهي مازالت واقفة، معناها فيها الخير، وطونك فيها الخير قدرة ربي لاباس. تتوقع انه تنجم تتحل الاشكاليات هذه في 2024 مثلا؟ ان شاء الله ان شاء الله بقدرة ربي، وان شاء الله ربي يفضل لنا قيس سعيد. قيس سعيد متفائلين. مادام قيس سعيد معانا متفائلين. علاش قلت لي مادام قيس سعيد معانا متفائلين؟ خاطر نحن مع قيس سعيد. خاطر حسيناه قاعد يخدم في البلاد وقاعد يحسن في حاجات، يحسن برشا حاجات، يوفر لنا في برشا حاجات، برشا حاجات قاعدين ونصبروا معاه ما يسالش، استانسنا بس استانسنا بكل شيء، استانسنا المهم يعني قدامنا قيس سعيد ما يسالش، احنا صابرين، احنا صابرين للاخر معاه، قدرة ربي للاخر. التحمل والصبر هذايا علاش؟ علاش قلت لي انا معاه؟ خاطر حسينا اول مرة معاه يجينا راجل هكا، يجينا راجل يحب الناس، نحسوا منا نحنا يعني ريت قيس سعيد نحسوا منا نحنا، حبيناه هكاك صغار وكبار، حتى نشدوا سيوا ولينا حتى كراو صف عادي، ما عادش نتقلقوا ولا حتى شيء عادي.
المهم ربي يفضلونا هو ويقعد لنا هكاك هذاك هو. ملي ترجع تونس كيف قبل وبلادنا باهيه. والله لا صدقني نقول لك صحيح. كي نلقى صف والله نشدوا عادي، هلا تهبطنا على القهوه رانا نحنا وما لقيناش عادي زاده، نزيدوا نهبطوا غدوه نزيدوا. تعلمنا معاه نصبروا ميساج خاطر راهو هو انسان يخدم بالحق. انسان يخدم راهو فيه، يا اخي نحنا من الطبقه يعني المتوسطه راه. حسينا مع قيس سعيد بقدره ربي متفائلين به. وقدره ربي كيما نقولوا غدوه خير. وصابرين معاه على الاخر زاد. المهم هو يكون يعني على راسنا. اي بقدره الله ان شاء الله ماشي في تحسن. انا نحس هكا ماشي في تحسن فهمني، اما شنو هي ثم روس مازال بشويه هكا يتنحوا ذوقهم لاباس الحمد لله، خاطر الشيء موجود وقولوا مفقود فهمتني. اي ثم امكانيه باش تصلح البلاد قدره الله. راهو ديما الواحد يتمنى الخير ويقول ان شاء الله ال 24 خير من 23، اما على اللي قاعد نشوف فيه ما نتصورش. هي الحكايه وهي هي بالعكس ماشيه في توا اليوم مثلا كيفاش جي 24 باهي ونحن مثلا سالتين على عيشه المواطن. المواطن ما هو موظف وكذا وباهي سالير فيكسي، هو كل يوم يتقاعد على اسوام ديما تطلع ديما طالع. وشو المؤشرات اللي تبين اللي نحن باش 24 باش يجينا باهي؟ ترى يعني ما فماش امكانيه انه نتجاوزوا في 2024؟ امكانيه راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، معناها الامكانيه كيفاش؟ انها الناس كلها تكون كي عازم على خدمة وعلى كذا. وثانا حاجة اخرى اللي هي مفتاح الحكاية كله بيت القصيد، يزم حكومتنا ورئيسنا وضم الكل يحطوا في الاعتبار قفة المواطن وتعب المواطن كيف نجم قد. اما دام تجهلين المواطن وهو تعب ويلوج على كرشه راه مش باش يمشي قدام ولا باش يحسن في وضعه. والله ساهلين برشا باش يتزوجوا، تغيري عقليه حتى مش بالقوه حتى بجاه ربي براسهم ميماتكم يا عباد اخدموا على روحكم بالقداء في القطاع العمومي. بجاه ربي كي تاخذوا شهريه حله هاوني يا عربي صافي من الاخر، حلل شريتك باش وليداتك ياخذوا برانك حليل. مش تمشي انت الإدارة تضرب 8 سوايع تقضي جوز من الناس والاخرين تبرولهم والاخرين تقول لهم اخويا كان عجبكم. يعني انا نشوف في القطاع العام كانه معناها يعني المواطن مستعمرين هما المعمرين ونحن باساجي. معناها انسان كانه مستعمر، الكار ما تركبكش تجي وقت اللي تحب هي، ما يبدلوك عقليه الاربع ونص خمس ونص ست ونص يعملوا تاريخ معين. وكي جت حضرة عبت الكار تندى كيما النقل الجامعي او يخوصه او يعملوا له مثلا بالنسبه يا سيدي يجي انت شوفور انت خلاص عندكم 10% وباقي رجعوا لنا الدوله. تو تشوف تو ولوا يخدموا ولوا كذا تتبدل العقليه، مش متبدله تو العقليه ماشيه بالثلاثينات والاربعينات. معناها هذا ما يسمى بالاقتصاد الهش، والاقتصاد الهش هو اللي ما عندوش اول باب يعني تنميه دائمه، اثنين تسرق به السرقات وتضيع الوقت وقتل الوقت. راهو الوقت هو لو سي دو لارجون، الوقت راهو فلوس. حسب رايك شنو اكثر الحاجات اللي تعبت المواطن التونسي في 2023؟ والله بالنسبه لنا احنا الامهات زيت ما فماش، سكر ما فماش، الحليب ما فماش، بزي ما تضحكنيش عاش بنتي. هذه من الحاجات اللي تعبونا الوقت، شدين الصف ونعسوا على الحليب جاشي، على ربي يهدي اللي كان السبب اللي ضيق علينا. ديجا انا اليوم بركه سمعت سيكونس قيس سعيد مشى الستيل ولا حاجه كيما هكايا فهمتني، ديجا يعطي صحة كي بدا يتحرك فمش ما يقفلهم بالمرصاد الناس اللي قاعده تحتكر في السلعه. وشفت حتى الروز زد، شفت اثنين روز مخبيه ولا حاجه كيما هكا، ما فهمتش علاش يحبوا يجوعونا. ما نجوعوش رانا توانسه كعب عظم وشويه هريسه ناكلوا، ويا ربي لك الحمد لك الشكر ما نجوعوش. بالنسبه ليا معناها كرب بيت هذا اللي قلقني السنه، معناها انك تخرج لوج على المواد ما تلقاش. هذا هو اي ان شاء الله قيس سعيد يلقى لنا حل ويقفلهم هالجماعه اللي محتكرين الاسواق ومحتكرين العلفه والحليب ومحتكرين الدنيا كل، ان شاء الله يرتحنا منهم ويرتح البلاد منهم. حسب رايك انت تحل المشاكل هذه في 2024؟ نتصور في اقرب وقت باش يحلها قيس سعيد نتصور. علاش هالثقه هذه كلها؟
خاطر ما شاء الله عليك يشد ملف ما يسيبوا الا ما حطحتهم الكل. فهمت حاجه تفرح بالحق. انا ديجا كي قلت لك شفتها سيكونس اللي هو مشي معمل ستيل فرحت على الاخر. ان شاء الله يرجع ترجع ستيل تونس وترجع ترجع كل شيء في يد تونس. ان شاء الله يرجع كل شيء في يد البلاد تنوليو لبس علينا ماناش فقراء. المشاكل هذه قلقت المواطن كمان. هذه هو حكايتنا كي نتقابلوا الناس الكل. هذه هي حكايتنا اللي نحكيو فيها. هاني كل مره نخطف في حاجه. كل مره وانا نجري هام زوز كيلو سكر هام زوز باكو تحليب ويا ربي لك الحمد لك الشكر. يظهر لي تخلقت عنا عقليه جديده ولا عقليه الصف انك وين تلقى صف تقف يلزمك وين تلقى صف تفرح. فما صف تمشي تجري باش تشد الصف ما تعرفش تشد تشد الصف ومن بعد تسال على شنو هو. نشارك فما صف نقفوا فيه. الحمد لله الحمد لله لاباس باذن الله. 2024 ان شاء الله خير من 2023. فما امل كبير باش كل شيء يتحسن. هكا قاعدين نحسوا اللي ديجا البلاد الاصلاحات بدات راهو فيها. فهمت واللي باش يصلح يصلح من الداخل مش من برا. كي يصلح لنا هو مش بشوي بشويه من لوطه. احنا نصبروا على حليب ونصبروا على السكر ونصبروا ما نجوعوش.